هواي عوائل تهجرت، هواي عوائل انقتلت، هواي عوائل تأذت أمنيا اقتصاديا، هواي أمور صارت ببلدنا. بس نحكيها مثل ما نقول كنا بنظام، تحررنا من هذا النظام، جينا بنظام يعني هواي من الناس توقعت انه يتطور، والحمد لله تطورت هواي امور ببلدنا، بس عندنا الوضع الامني كلش تاذى بالبلد. وان شاء الله يا رب القادم افضل، ونتمنى لكم كل خير ان شاء الله. طبعا ما بعد السقوط حتى التغيرات على المجتمع، يعني من ناحيه الثقافه، اختلاف ثقافات، صارت عدة أمور يعني اختلفت من ناحية العامل الاقتصادي، العامل الأمني، يعني هواي خصوصا العامل السياسي. الانترنت لما دخل أيضا هم أثر على المجتمع، دخلت أيضا ثقافات غربية أيضا هم أثرت، يعني هواي أمور، هواي أمور أدت إلى تغير بالمجتمع العراقي. والله مخلفات يعني هواية أخلاقية وإنسانية ونفسيا، يعني آثار جان يعني سلبية يعني من كل النواحي. يعني قبل كل شيء، قبل كل شيء فقدنا الراحة، فقدنا الاستقرار، الأمان. قبل كنا لحد ساعة واحدة وثنتين احنا يعني نرجع من خطار، نرجع من أقاربنا أهلنا، يعني الوضع هو احنا مرتاحين، يعني ما نخاف من شيء. هسه إذا شوية نتعطل خارج يعني الدوام، يعني يظل يعني بالنا قلق، يعني خوف، أمان ماكو، استقرار ماكو، انفجارات، قتل، سلب، نهب، العالم ما مرتاح. وأكثر العالم هم يعني اللي تهجر واللي سافر واللي يعني جرائم صارت هواية، قتل هواية، خوف ماكو. قبل كان الخوف موجود، الاحترام موجود، حتى هذا هم فقدنا هسه مع الأسف. الشعب هم إلى دور، الشعب هم إلى دور بهذا الشيء، لأن يعني حتى لو أن الرئيس يعني فقدنا وفقدنا الراحة والأمل، المفروض هو الشعب من ذاته يخلق هذا الشيء. والله هي مخلفات يعني بصورة عامة شوية البلد شوية تحرر، يعني شاف شوية ثقافة، شاف انترنت وشاف الطلع، بس من جهة ثانية شوية أثر شوية سلبي على لأنه إحنا مجتمع كنا ما متعلمين على هذا النظام، ما عندنا انترنت، ما عندنا ثقافتنا محدوده، ما عندنا سفر هوايه، بس هسه صارت حريه مطلقه، فالشعب يعني ما قام يستوعب الشيء، يعني قام يخرج عن نطاق يعني الوضعيه كلها. بس هسه يعني شويه احسن، يعني بالتدرج شويه الوضع يكون احسن، يعني قام الشعب ياخذ على هذا الشيء على النظام. اول شيء هذا اليوم هو يعتبر يوم أسود بتاريخ العراق، لأن يعني مخلفاته هواية صارت، مخلفات ثقافية، علمية، يعني من جميع النواحي، تدمير للبنى التحتية، والحد اليوم يعني ما صار أي تغيير أو أي تحسن بالوضع. فهذا أنه يوم أعتبره يعني هدم للعراق، وليس يوم جديد. والله هو تأثيره أول شيء تأثيره على العراق، يعني صار تدخل من جميع دول الجوار، وهذا التدخل كان سلبي أبد مو إيجابي. وبالنسبة هذا الأمر انسحب على كل الدول اللي مجاورة للعراق همياً، يعني بحيث شفنا أنه ليبيا، مصر، سوريا، كل الدول اتدمرت وما كان أي نتيجة يعني تحسن بالوضع مالتهم، وإنما نحو الأسوأ. والله هو اكو تحسن، بس مو بالشيء الملحوظ اللي يمكن الانسان انه يتامل انه اكثر واكثر. ليش؟ لان يعني السلاح منتشر بكل مكان، النظام يعني اللي هي نقطه الاساس النظام هو مفقود، فهذه النقطه يعني هي اعتبرها سلبيه، بنى تحتيه على يعني شغلات تخص الإنسان، نفسية الإنسان، كل النواحي اندمر، كل ثقافة المجتمع كله اندمر. احنا لا، احنا كنا نتمنى انه الامور تصير افضل، يعني كنا نتوقع على اساس مثل البلدان الديمقراطية الاخرى التنظيم الترتيب، لكن هسه نلاحظ المركزية انفقدت، واكو مجالات التعليم والصحة يعني اصبحت ضعيفة جدا، تعليم الصحة، البناء، هاي كانت كلها الانسان ما يفكر بها. الانسان الان يحس انه ما مرتبط بهاي الامور، هاي الامور بعيده عنه. مجال الصحي، المجال التعليمي، مجال الاسكان. اكو عندنا احنا بالدين الاسلامي يقول لا تصلح الامه الا بمصالحها الاول يوم بها. شلون كانوا المسلمين الاول صلحت احوالهم؟ تنظيم، ترتيب،
المركزية النظيفة. الآن إذا تحولت بغداد إلى نظافة ومركزية وسيطرة ويبتعد الفساد الإداري، الفساد، أنواع الفساد من الدوائر تصير، وإذا زاد حب الإنسان البلدة والناس الأوضاع تتحسن. إذا بقت الأمور أخرى تكتلات وبعيدة عن الإخلاص للوطن وحب الوطن، ما أتوقع أنه الأمور تتحسن. إحنا نحب نرجع إلى المركزية. المركزية الرأس ينظم الجميع، الرأس ينظم الجميع. تعدد الرؤوس سبب الخراب. أي جت من الأحزاب الطائفية غيرها، تعدد إيه تكتلات، أي مخلفات تحتها تكتلات. وأكو مثل عندنا قبل يقول البلم اللي يقدر ربابينا يغرق، من يكثر الرؤوس اللي تقود المركب الواحد ما يوصل الاتجاه اللي يريده. أي إحنا نلاحظها يعني. احنا نتمنى انه جيلنا وشعبنا ووطننا يتحسن اكثر واكثر. العراق مو بس انه قديم، ناسه طيبه، ما اتمنى انه يعيشون هيك اوضاع. والله هي مو بس، لا هي ما احتلال البلد، هي مو مناسبه. ليش يحتفل واحد بمناسبه احتلال بلده؟ ما يحتفل واحد انسان باحتلال بلده. احنا الاحتلال هو الاحتلال يقول لك ما محتل العراق، انه قبل فتره قبل سنوات احتفلوا بيوم السياده خروج الاحتلال، لكن طلع الاحتلال انه موجود. وأسوأ من الاحتلال، أسوأ من الاحتلال هو الفساد المجتمع، تخريب المجتمع من الداخل. الإنسان لازم يكون يحب مجتمعه ويحب يبني الكل. وشوف هسه بلدان لأنه الفساد بها قليل وأعدادها مليارات، مئات الملايين العفو، لكن وين وصلت؟ لوين وصلت؟ شوف تعليمها، شوف الصحة مالتها، شوف النظام، شوف الصناعات. أسوأ بلد لأنه ماكو قيادة موحدة، لازم تصير قيادة موحدة للكل. وأوصي بها أنه النظام هسه يمكن هذا صعب والناس طالبوا به، يكون نظام انتخاب يعني واحد، شخص واحد يكون مسؤول عن كل شيء. خلف التخلف، خلف الأمية، خلف الدمار للشعب العراقي، خلف القتل. يعني ايش خلف؟ خلف شو ما خلفه؟ دمروا الشعب العراقي دمار اقتصاديا، ماديا، وأمنيا، عسكريا، كلها فرق من السماء للقاع. قبل وين كنا؟ امن وامان، بلد كان بحال انتعاش اقتصاديا، هسه ماكو. قبل كان تعليم وين، هسه وين يختلف؟ مناهج تغيرت، هسه كلها اختيرت. يعني هسه الدراسه صارت صعبه، قبل لا بالعكس صارت سهله، مناهج بسيطه. كان بلد العراق بلد الخيرات يسمونه، هسه ماكو، بلد الدمار. راح النفط، راح وين اكو نفط؟ نفط نقمه صار علينا، مو نغمه، نقمة على الشعب العراقي. قبل كان نعمة، هسه نقمة. قبل وين كانت اكو؟ وين كان احد يقدر يدخل الحدود العراقية؟ هسه ماكو. على قولة يقول سفر دحي خارقة دخلة. قبل وين؟ فرق من السماء للقاع، قلت لك انا. تمر علينا الذكرى الأليمة على الشعب العراقي والعربي والإسلامي عامة، وهي ذكرى 9 نيسان، وهو موعد الاحتلال الأجنبي الكافر على أرضنا، أرض العراق، والتي كانت ذكرى مؤلمة جدا 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 على الشعب العراقي. ونتلمس هذه الذكرى ونتائجها السلبية الكارثية على عموم حالات المجتمع العراقي من جميع النواحي. لا يعني تركت لنا أي ناحية من النواحي فيها إيجابيات معينة، بينما كانت سلبياتها على كل النواحي، سواء الاجتماعية وهي الأخطر، والاقتصادية والثقافية وجميع نواحي الحياة، حيث كانت وباء ومرضا وكارثة مرت على الشعب العراقي. نتمنى أن نعبر هذه المرحلة بتكاتف العراقيين جميعا، وأن لا نخضع كعراقيين أن نتمسك بهويتنا الوطنية، وأن نترك مخططات الاحتلال التي أرادت أن تفرق ما بين فئات الشعب عامة، ما بين الطوائف والأديان والقوميات، وخلقت مشاكل عدة لا غنى عنها، وكانت هي كلها مستجدة ودخيلة على الشعب العراقي. هو هذا من فضائل الاحتلال، هو هذه فضائل الاحتلال التي فرقت وأنهت الشعب العراقي عامة. كلها ما أجتنا نتيجة الاحتلال إلا بالسلبيات.
لا توجد أي إيجابية في أي ناحية من نواحي الحياة. هو يتدرعون باسم الديمقراطية الكاذبة، ديمقراطية عنوان فقط، طبقوها تطبيق أعمى أو خبيث، مو أعمى وإنما تطبيق خبيث لتفرقة الشعب العراقي، وهذه نتائجها موجودة على الشعب العراقي عامة. اسألوا من تسألون، اسألوا أي شخص سيعطيكم كل النتائج السلبية عن الاحتلال، لا توجد أي نتيجة إيجابية. شكرا يا هلا يا هلا. الاحتلال هو معروف عليه دمار الشعب، الشعب تدمر كنا شلون يعني بيت واحد وتفرق الشعب. هو المحتل بالغايه من عنده ما راح يجي يطور الشعب، هو راح يجي ياخذ شيء يريده وراح يسوي شتات وضياع بين المواطنين وبين كل الطوائف اللي صارت. هم ما جو يعني ما قدموا لنا اي شيء، قدموا لنا شنو؟ سيارات او تليفونات او ستلايتات، وراحت شبابنا بهاي المعارك، وسبب هاي المعارك والدمار البلد كله هو الاحتلال. الى حد هاي اللحظه احنا ما شايفين كل شيء، يعني اي انجاز ما شفنا لا من الامريكان ولا من اللي اجوا على ظهر الدبابه ولا الامريكان. احنا كنا قبل عايشين يعني عيشه شلون تقول على قد بساطتنا، ما نعرف انه هذا الوضع هيك راح يصير. كانت اكثر العالم متوقعه انه راح يصير الوضع مثل ما ببالهم، مثل هوليوود او اسبانيا او ايطاليا، انه عمارات وبنايات ويقدر يطير بمركبه فضائيه. هذا الموضوع يعني صار شيء عكسي، صار شيء عكسي على اليمن، على الشعب بصورة عامة، لا طائفة ولا دين ولا كل طوائف الشعب العراقي، وكل بيت تأذى. مع ذلك شوف الحروب اللي صارت، يوم صارت معارك بين الأميركان وقاومهم الشعب العراقي، قاوموهم الشعب العراقي بالبداية، بعدين استفردوا أنه سووا لك مرحلة طائفية، فرقوا الشعب، رجعوا النوب سووا لك، قاموا يطببوا لك اجندات خارجيه اسرائيليه والاحزاب وكذا، فوتوا لك اياهم في سبيل انه شنو؟ يختصون من الشعب العراقي بكل طوائفه. لذلك شوف الشباب اللي راحت والعوائل اللي تدمرت من كل المحافظات من الشمال الى الجنوب كلها راحت بهذه من هو المستفاد؟ المستفاد المحتل. نوتنياهو هسه مأمن ابن ابنه للاسرائيلي، مأمن له مستقبل. انا ابن ابني راح يظل مطلوب. هذول هم الأشخاص اللي مستفادين، هم اللي يجمعوا، هم ذولا هم اللي ساعدوا المحتل على دمارنا هم، ولذلك هم يحتفلون لأن هذا يعتبر نصر لهم هم، بينما إحنا صار دمار. شوف هاي العوائل هسه اللي منكوب، أنا عندي شهداء اثنين إخواني شهداء، من شنو اللي استفاديته؟ أو شوف هسه أي شخص سأله بالشارع، إذا مو أخوه بن عمه، إذا مو بن عمه أقاربه، من المرحلة الطائفية وإلى حد هاي اللحظة كلها مخلفات إنه الاحتلال. البنية التحتية والله صفر، ماكو اعمار، يعني ذاك الاعمار اللي يبين بالمنطقة ماكو، يعني شوارع نفس الشوارع، الاعمار ما بي اي انجاز حديث، يعني بصورة عامة تقول يعني ذا 20% انجاز الاعمار. لا طبعا اكيد، يعني ماكو شعب بالدنيا يحتفل بذكرى احتلال بلده، اكيد هي ما تصلح تكون مناسبة وطنية، يعني ولا اصلا اللي يتذكرها يتذكرها بكل الم، يعني فما ممكن انه نحتفل بهيك مناسبه، اكيد لا ما ممكن تكون مناسبه وطنيه. لا والله بصراحه من سيء الى أسوأ، يعني شنو اللي صار للاحسن ببغداد؟ يعني اكو مشاريع حديثه انفتحت، اكو شوارع تجددت، اكو جسور، اكو طرق، اكو كل الوضعيه مثل ما هي عليه، ومعاناه الازدحام لانه ما صار اي تطوير بالطرق، عدد السيارات زاد، فالتطور ببغداد من بدايه الاحتلال لحد الان ما شفنا اي تطور، بالعكس وضعها من سيء إلى أسوأ. أتعس من تدمير هولوكا، لأنه بغداد هسه من تطلع صورها وفيديوهاتها بالتسعينات وتطلع صورها وفيديوهاتها هسه مو هي أبدا، مو هي. البنى التحتية تعبانة كلها، ماكو أي تطور، أي عمران ماكو، والأمان لا يعني نوعا ما، يعني خلينا نقول هسه نوعا ما شوية الوضعية أحسن من قبل كم سنة، بس مو أمان 100%، أكيد ماكو ذاك الأمان، يعني اللي مثل ما كنا إحنا قبل أيام التسعينات، يعني مثلا جينا إحنا السبعينات عاصرنا التسعينات وعاصرنا هسه، فماكو أي مقارنة بين الوقت اللي كان بالتسعينات وبين هسه، لا طبعا أكيد. احتلال هذا مو سقوط، احتلال من قبل الأمريكان ومن قبل الحكومة هاي هسه التعبانة. يعني شنو اللي قدمته الحكومة؟ شنو المستوى اللي قدمته للشعب حتى الشعب يتأمل بيها؟
يعني حكومة إذا ما تفيد المواطن يعني شنو وضع حكومة؟ يعني يحكمون بس لأنفسهم وعلى مال العراق لا أكثر ولا أقل. ماكو هيك احتلال، يعني الاحتلال المناسبة الوطنية إذا حكومتنا عانت الشعب فادت المواطن، يعني تقدم خدمة للمواطن خدمة للشعب، تبني البنى التحتية. يعني احنا كحكومتنا جاي تفلش ما جاي تبني، يعني شنو يعني غير يعني هلو كراح بكته، غير الإمام علي عليه السلام يقول لكل عصر الرجال. يعني هسه احنا هذول رجالنا يندعون حكومة، يعني شنو يقدمون ويحكمون باسم الإمام علي عليه السلام، يعني بريء منهم الإمام علي. لا ما تعيد نشاطها، ما طول بيت هاي الحكومة التعبانة والفاشلة، لأن حكومة فاشلة. شو يعني يعني 16 سنة ما قدموا شيء، يعني جسر ما يبنونه، رصيف ما هذا رصيف صدام تشوفه، هاي الأرصفة هسه مال صدام مو مال هاي حكومتنا الفاشلة. شنو سبب وين تقدم وين الغير الاحتلال وهاي 17 يعني كم سنة اللي شنو اللي سووه عندنا؟ شنو سوينا احنا لحد الآن؟ ما كل شيء والله، ما كل لا شوارع مبلطة، لا بنايات، لا بلدية مضبوطة، لا ماكو شيء تقدم جديد. المستشفيات تجدد اللي وين؟ الناس اللي مرضى اللي تطلع على الهند وما الهند، ليش ما يسولون مستشفيتين هنا ثلاثة أربعة بدال ما يطلعون يحطون دفاتر بالهند؟ وين هي؟ وين التقدم عندنا؟ ماكو كل تقدم. رغم يعني الامكانيه اللي موجوده الامكانيه والموال الاموال اللي موجوده كانت افضل مما كان هسه بألف قط. يعني شلون نشوف البنيه التحتيه اليوم؟ بنيه تحتيه يعني ما تتجاوز 4%. ماكو شيء جديد من بغداد. البغداد صار يعني ماكو ولا يعني ولا خدمات ولا يعني ولا امنيه، يعني من كل وضعية بغداد يعني مو زين. يعني الحكومة مال بغداد يعني لازم يعني يستخدمون على الخدمات مال الشوارع مال أهل البغداد، يعني من كل مناطق. شوف يعني كل مناطق البغداد كلها تعبان، يعني حتى شوارعهم مو زينة، حتى خدمات مال كهربائية مو زينة، حتى خدمات مال ماي مو زينة. يعني حالة بغداد حيل تعبان، يعني ماكو شيء جديد من بغداد. لا ماكو شيء جديد يعني من بغداد ماكو شيء جديد، يعني على المناصبات ويعني على الاحتلال بغداد ماكو شيء جديد. يعني البغداد ورا سقوط النظام يعني ماكو شيء جديد من بغداد. يعني شوف بغداد كله تعبان، يعني كل مناطق بغداد شوف كله تعبان، يعني ماكو شيء جديد من بغداد. بالتأكيد لا، لأنه بلد محتل يعني من قبل عملاء، من قبل أمريكا، من قبل قوى عظمى. ما ممكن يعني هذا شيء مستحيل، ممكن بغداد تبقى بغداد مزهوه باهلها، مزهوه بنظامها. الاحتلال مساله مو سهله ترى، ما ممكن يعني لا مستحيل. اما تكون كمناسبه وطنيه مستحيل لا. اي نشاط بالنسبه للجديد يعني على 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 مستوى وين مستويات، والله كنشاط مستحيل. بغداد يعني اشبه بالمنكوبه يعني، ما مو اكثر يعني مساله. يعني قديما كانت بغداد لها قيمتها، هسه بغداد لا، يعني مو ذاك الاعمار، ذاك البناء، ذاك الاستثمار. ما 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 ماكو شيء جديد يعني. يعني البنيه التحتيه ما ما ما, ما اعتقد يعني جاءت بالمستوى المطلوب اللي احنا نفهمه، يعني هذا لا اكثر ولا اقل. والله بالنسبه اشكركم على هذا البرنامج الحلو اللطيف ويا ذكرى تبارك العراق. فرح هو بدايته، العراق اول ما سقط النظام فرح، بس بعدين حزن للاسف. امريكا لما احتلت العراق فدخلوا وقالوا راح نسوي العراق جنة، الشعب العراقي قام يصفق وفرح وما شفنا الأسوأ منعتهم. جابوا لنا حكومة للأسف يعني الحكومة سلبية، يعني كل حكم ما عتها. الحكومة اللي جاتنا ما دورت بطاعة المواطن العراقي، وإنما قامت تفكر بالرواتب، تفكر بالفلوس، تفكر بالفساد. هذا شيء ما له ما يعني صعبة. أنت هي سقطت حكومة أنظم أسوي العراق جنة، زين أبني عراق جديد حتى الشعب يرضى عليهم. من 2003 دولة منتهية، أنا جاي أمشي بالشارع بدون حكومة، شيلك يا بصراحة. شنو اللي سووا لنا؟ شنو
امريكا سوتها شنو؟ امريكا بالعكس وقعتنا. من جاب داعش؟ من جاب لنا داعش؟ عرفت يعني هسه سؤال يسأل، من جاب داعش غير امريكا؟ من ذبت المواد لهم؟ امريكا. امريكا ما تريد الخير لكل دول عربيه، امريكا تريد السيطره. فامريكا كل شيء ما سوت، حكومتنا لحد الان للاسف عليهم حكومه من 2003 كل شيء ما عملت، كل شيء ما سوت. هاي بغداد عاصمه العراق اللي تشوفها مبينه، بس للاسف لا خدمات شهداء عندنا، حقوق شهداء ماكو. مواطن عراقي محتاج الدوله، اعطيني على العمل عندنا هواي زين. بالنسبه للمحاصصه شنو كان واحد حاكمنا هسه؟ لا والله 500 واحد، يعني عندنا 339 بالبرلمان ما شاء الله عليهم. صارت محاصصه، هذا يقول الكتله الفلانيه ارد الفلان وزاره، هذا يقول هذا وزاره، يعني ماكو هيك. هم هاي الكتله هسه الكتله عندنا الاحزاب، اذا هم صحيح يحبون الشعب العراقي يقعدون يعوف الكراسي يعوف المناصب، فكروا بالشعب العراقي. يعني الشعب العراقي للاسف يصير به هيك. كان العراقي له هيبه بالخارج، هسه العراقي للاسف يعني العراقي ترى بالخارج اللي نحكيها يقاموا يسوونه علي بابه. ليش؟ يقول لك حرامي هذا. والعراقي الاصل قبل كان مرفوع راسه. احنا نريد هيبه العراق ترجع. هيبه العراق ترى هيبتنا كانت مرفوعه، بس للاسف من يرجعها؟ نطلب من هاي الحكومه ترجع لنا اياها. للاسف انتخبناهم، ومن 2003 كل اربع سنوات ننتخب وروحوا تعالوا بالخطورات وما شنو هاي. سبونا داعش يوميا مطلعيننا في شغله زين، يوم مسوين فلان شيء. انتم خدموا هذا البلد التعبان، خدموا يا اخي. لا تفكرون بالكراسي، عوف الكراسي على صفحه، اجتمعوا. انتم هسه اعتبركم كعشيره اجتمعوا بيها وقعدوا يابا يا الشعب ترى تعبان، خلينا نفضها بيناتنا. افضوا وشوف العراق ايش محتاج ما محتاج. انت رئيس الوزراء اطلع يا اخي بغداد، اطلع بغداد، انتم المسؤولين. افتروا بغداد، شوف نقص بغداد ايش بيه، شوف العوائل ايش، شوف عوائل الشهداء المتبهدله، هذيك وينها ايجارات قاعده زين. يوميا طلع القرار راح نعطي ارقاء، راح نعطي 50 مليون وينها؟ ثاني شيء اول مخلفات يعني سبب للبلد العراقي هو الاحتلال الامريكي بمجاعه فقور وبطاله، ويعني ادى الى حرمان وايتام اطفال ورام النساء يعني. والسبب الرئيسي اللي هي الحكومات حكومه بعد حكومه متتاليات هي اللي اذت الشعب العراقي. ليش؟ لان اول شيء موضوع بالمكان المو صحيح، ما يعني حكومات ماكو حكومه اللي اجت وتمشي يعني وساعد المواطن الفقير. يعني هاي الحكومه تجي ضد المواطن الفقير، كل من على مصلحته الخاصه. والله ان شاء الله تعيد عافيتها، بس شنو الا هذول الناس، يعني ما اريد احكيها بصوره خاف المشاهد يسمعها، الا هذول البؤره كامله الا تنقلب راسا على عقب، ينزالون نهائيا. يا الله العراقي يعيد نشاطه من جديد ويعيش حيويته من جديد. والله هي مو احتفال، يعني هاي مو احتفال، بالعكس يعني بعض يسمونه سقوط بغداد. هي بغداد مو تسقط، بغداد عاصمه باقيه من جيل الى جيل، وهي بغداد عاصمه حبيبه حضاره يعني تلم كل القيم. بس هذا مو احتفال. ليش؟ لان ادى الشعب، وهو الشعب العراقي كله شعب واحد، ما لنا علاقه بالحكومه السابقه ولا فد شيء. احنا شو نريد؟ نريد اليوم نشد ايد على ايد ونعيد العراق من جديد. هذا اللي نريده من كل مواطن، يعني انا ناشد كل مواطن عراقي اللي يكون يصير ايد بيد ويعيد العراق من جديد. الحكومه حكومات فاشله، حكومه بعد حكومه فاشله، وماكو كل حكومه تجي، وما اظن حكومه الا اللهم يعني بإرادة الله سبحانه وتعالى تنزال هالحكومات، يلا العراق يصير يعني يتوفق. خلف الاحتلال للأسف البلد تدمر تدمير كامل من 2003 إلى الآن. يعني اللي ذكره بوش الأب عام 91 من قال أرجع العراق إلى ما قبل الصناعة، الآن العراق رجع إلى ما قبل أن نحتفل بسنوية أنكيدو، اللي البارحة رئيس الوزراء جعل ساحة الاحتفال سماها ساحة أكيدو. للأسف البلد تدمر. كنا نتوقع أنه راح تصير باعتبار أنه الأحزاب اللي كانت معارضة بالخارج راح تجي، راح تصير عملية نهضة شاملة، نهضة اقتصادية، نهضة عمرانية. الحمد لله والشكر النهضة صارت فعلية، بس كلها بجيوبهم، بجيوب الفاسدين، وتدمر العراق وتدمر البلد. وهذا حال شارع الرشيد الآن، اللي هو واحد من أجمل الشوارع كان في بغداد، الآن عبارة عن شارع خربة. هذا واحد من الأمثلة البسيطة، فكيف حال هذا بالعاصمة، فكيف حال المناطق النائية اللي ممكن ما أي واحد يزورها بأي ناحية أو بأي محافظة أخرى. للأسف
يعني للاسف اليوم انا لابس قميص ابيض، المفروض لابس قميص اسود، لان هذا اسوأ يوم بتاريخ العراق. 9/4 يوم احتلال العراق، البعض واني منهم للاسف كنا مغرورين، كيفنا من اجينا بيوم 9/4، بس بعد مضي السنين ونضج العقل مالتنا والتفكير، لا اثبت لنا ان يوم حزن العراقيين، العراقيين اليوم كل بيت لازم يرفع على بيته رايه سوداء، مو لاي مناسبه اخرى، ليوم احتلال العراق مناسبه سيئه جدا. هاي مخلفات الاحتلال حبيبي، مخلفات الاحتلال، ترى هذه عمليه بنيت من زمان، من تجي تحكي ياهم اي واحد الان من يطلع لك بالتلفزيون، كنا قعدنا مؤتمر صلاح الدين وقال مؤتمر لندن، من تجي الان تباوح تتابع مقرراتهم اللي كانت، هي كانت مقررات تدمير للعراق، تدمير العراق ومحاولة تقسيمه، بس إرادة العراقيين إن شاء الله صلبة، والوحدة وحدتهم وحدة قوية. وأبسط دليل صار قبل مدة بسيطة مع الأسف، مناسبة اللي صارت الفاجعة الكبيرة بغرق العبارة في الموصل، وحدت العراقيين بعد أكثر مما متوقع. إحنا نتمنى تستعيد عافيتها، بس هي استعادة العافية مشروطة، وهاي الشروط شو وقت نحصل عليها؟ أنت إذا بقيت بهذا قانون الانتخابات السيء وهاي المفوضية المحاصصاتية السيئة، ما اعتقد ابن عمي ممكن تجينا حكومة جيدة، لا الآن ولا بعد. يمكن الحكومة اللي شوية قدرنا نعتبرها نوعا ما اشتغلت، بس اشتغلت بالآلة الحربية اللي هي حكومة الدكتور حيدر العبادي، بس ما نتمناها ترجع ولا أي واحد من هذه الأحزاب أبدا أبدا أبدا. والله يا مخلفات هاي الاحتلال، هاي شوارع بطالة، شغل ماكو، الدولة اللي تأسست بالبداية ما سوت لك شيء، الدورة الثانية ما اشتغلوا أي شيء، كلها نفس الشوارع، نفس الخمول. زين، واحنا هسه بغداد كبغداد، زين، خطوة واحدة ما تقدمت، دا ترجع ما تتقدم، وإنما العراق كله المحتل هو يحكم البلد اللي يحتله، فهو بكيفه يجيب الأحزاب والإمكانيات، هو يعني يشتغلون تحت ظله، هو تحت ظل الاحتلال ده يشتغلون. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مخلفات كثيرة وكبيرة يعني على تاريخ العراق المعاصر، يعني لأنه أول الاحتلال خلفنا الأحزاب بكثرة، وكل دول العالم ماكو أحزاب 400 و500 حزب كل دولة بالعالم، ولذلك يعني هسه شوف يعني بطالة 100% بالعراق، موارد العراق ما تعرف وين تروح، لا مطارات لا موانئ لا معابر لا زراعة، انتهت بالعراق، ماكو زراعة على دول الجوار، صناعة على دول الجوار، الشغلات مثلا عندك الاستثمار الجاي يصير هسه بالعراق ما حد يجي، لان جاي يقايضونه، يجي المستثمر يقايضونه فيشرد من العراق. فهسه الامور بالعراق بعد الاحتلال الامريكي يعني كله ماكو، يعني ماكو، هسه عايشين احنا حياة معدومة، تفتي من شلون؟ شباب بدون شغل، يعني حياة معدومة. انا هسه احكي لك، انا عندي محل هنا ما تجهيزات رياضية وش اسمه يعني جملة، انت شايف جملة ما تستفتح اسبوع واسبوعين، ماكو هيك بكل دول العالم. فلذلك الاحتلال خلف لنا اولا جيل كامل، يعني امية ماكو دراسة، يعني دراسة ماكو بالعراق، إيه ماكو يعني انعدم الدراسة، العراق بالسبعينات كان ثالث دولة بالشرق الأوسط بالتعليم، هسه صفر، خلفنا يعني أرامل وأيتام، يعني شو أقول لك، يعني جيوش صارت عندنا. فأني أريد أسأل الحكومة اللي هسه موجودة تسمي نفسها حكومة عراقية، شنو اللي سويتوه، شنو اللي قدمته للعراق، شنو اللي قدمتوه، شو سرقات، تعليم ماكو، بطالة موجودة، كساد بالاقتصاد العراقي 100%. فشنو الحلول؟ ما أعرف والله أنا الحلول شنو. والله أنا أتريدني أحكي لك عن نفسي، أنا بصراحة أنه العراق يعني مع الأسف بغداد تصير يعني أسوأ دولة، أسوأ عاصمة بالعالم، وهي كانت بالخمسينات ستينات سبعينات من أفضل دول العالم، وكانت صيف الأجانب والعرب كله صيف بغداد، وهذا كله وما أتصور ترجع بغداد ما دام أكو أحزاب بالعراق.
يعني دمار العراق من الأحزاب، لأن شنو صاير؟ مالاتك ومالاتي والمواطن العادي والشعب ماكو. ليش؟ لأنه هاني هسه لو عدي حس وطني وذاك عنده حس وطني نبني بلدنا، كان ما صار بينا اللي صار. فيا عمي بغداد ما ترجع مثل قبل لو بعد 100 سنة على هالوضعية هذه. بالحقيقة مخلفات الاحتلال الأمريكي للعراق هي كثرة هواي مخلفات، منها البطالة، منها الجوع اللي صار في العراق، منها عدم الخدمات، وإضافة إلى ذلك تعرف أمريكا بدأت تجند ترسل مجاميع للتفجير والتهجير والقضايا الأخرى والفساد وغيره. وحتى في حكومتنا يعني هم أكو شغلات صارت بها فساد وصارت بها شغلات غير لائقة بهذا المجتمع، يعني المجتمع العراقي. وهاي الأشياء اللي صارت يعني احنا من 2003 ولحد هذا ما شفنا في النتيجة من أمريكا ومن الاحتلال الأمريكي للعراق مصلحة هذا الشعب العراقي، وإنما أذته بالوقت اللي كان العراق يعني كان مزدهر، كان اقتصاده زين، كان كذا. لكن هسه دمرت كل البنية التحتية بصورة عامة دمرتها. والله إن شاء الله إذا أمريكا سحبت إيدها من العراق وإجتنا حكومة إن شاء الله وطنية لخدمة هذا البلد وهذا المجتمع، إن شاء الله تسهر بغداد وترجع إن شاء الله عافيتها مثل أكثر وأكثر بعد. تعيد عافيتها بحالة وحدة، إلا تجيب لك كم واحد يخافون من الله، يخافون من الله من صدق، مو معناته بس يصلي، لا 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 لا، ولا يصلي يسولف لي بالصلاة، يخاف من الله يباوع على هاي العالم الفقراء، يباوع على الأرامل، يباوع على الأيتام. إحنا استقمنا شو نفكر؟ يقول بإسرائيل يحسبون قبل بعد سنة سنتين عشر، إيش راح نسوي؟ إيش راح نبني؟ إيش إحنا شو نفكر؟ سنة اللخ إيش راح نبوك؟ إيش راح نش نسوي؟ مو ما فكرنا. إحنا لو أكو ناس تشتغل من صدق، ها كان ما صار لنا كم سنة هسه إحنا؟ هاي مو 2019، 16 سنة. شنو اللي نبني؟ هذا شارع الرشيد، أنا طفل أمشي به نفس شارع الرشيد، وكان أحلى مو؟ كانت الدنق السياحة كانت تجي هسه، والعراقي من كان يروح البلد؟ كان شو أقول لك هذا عراقي. هسه ما حد يريد العراقي، ليش؟ لأن كثرت علينا شو أقول لك، ذولا حرامية، ذولا نشالة، ذولا ما يعرفون الله، ذولا مو إسلام، مو إرهابية. هي عمة يقول الخير يخص والشر يعم، احنا الشر عم علينا عمي، واللي جونا انقسم من راحوا. ليش العالم هسه قامت رحمة على روح صدام؟ ليش صدام أذى وهذه؟ بس عمي مو هيك مصيبة، مو هيك، العالم تخبلت، شباب دايخة تعبانة، لا توصل يم الكرسي مالي شغل بك، شو تسوي سوي ها؟ احنا هسه شي يقول لك؟ يقول لك تقدر تسيب لك حزب شالوك، تقدر تحكي لك على حزب شالوك. هسه انت اذا روح ما رايك ما محترم، روح قدم على اي شغله، انت اذا ما عندك ما انت من الحزب ما حد يشغلك، ما حد يعينك، مو لو لا الفساد. احنا هسه عدي هسه انا جيت من معامله، عندنا احنا مال المهجرين مال 2007 59 وجبه استلمت، يقول الستين لغاها الوزير. يا ليش لغاها الوزير؟ مطينا هو مثلا من جيبه، ليش شنو يعني شنو سبب لغاها؟ يقول والله ما ادري. نشكر فضائيتنا، فضائيه الشعب العراقي والبيت العراقي. نعم الاحتلال وما ادراك ما الاحتلال، الاحتلال هو اساسا هو كل احتلال هي كارثيه، لان من تسميه احتلال. ولكن احنا استبشر الشعب العراقي بدايه السقوط او التغيير النظام احتلال او النظام القمعي الكافر الملحد الزندق، قبلنا بالاحتلال. ولكن هذه الفترة الاحتلال اللي عشناها احنا كانت مأساة للشعب العراقي. ليش؟ بدليل هذا مو احتلال وانما تحطيم العقلية العراقية ومؤامرة على الشعب العراقي، وثبت هذا بالدليل قاطع بين الشعب العراقي يعيش مؤامرة من خلال الاحتلال. ولولا الاحتلال الشعب كان شعب متفاهما، شعب متمسكا، شعب يؤمن بالوحدة مالته. ولكن الاحتلال جلب له الويلات، جاب السياسيين، الناس اللي هم اساسا مو سياسيين، جابهم ناس عاملين في دول العالم، نسبهم علينا سياسيين وطوهم مهمات وقيادات، وتمنى العملية السياسية من بريمر لحد الان. احنا يون ويعن الشعب العراقي من هذا الاحتلال. لولا احتلال بفائدة للشعب والله وافقين، لكن احنا من خلال التجربة ما شفنا احتلال، شفنا احتلال يقدم، وانما
نسمع احتلال دول العالم في العهود السابقة في القرون، الاحتلال الفرنسي البريطاني كان يقدم للشعوب، لكن هذا الاحتلال الجديد اللي عشنا احنا كناس صحاب عقل، يعني اعتبار عشنا هاي المأساة، ولكن هذا الاحتلال ولد علينا أمور كارثية على الشعب العراقي. طبعا إذا هيك دولة تحس بها مو دولة، وإنما من هب وجب من جميع دول العالم، هاي السياسيين عندهم ارتباط وعندهم ولاءات لدول، ولكن نشوف حتى لأنجليا ودول العالم هنا في العراق مخابرات وأمين، هذه كارثية. ليش؟ لأن هذول مو عراقيين إذا حمل جنسية أو جواز سفر اثنين بدليل يخلص مهمته 4 سنوات والله وياك، فهي مؤامرة. حتى وضع منهاج لتعطيم العراق هي 4 سنوات، شوف 4 سنوات، حتى اكو مشاريع استراتيجية ما تبنى ب4 سنوات، يراد لها 6 سنوات 8، ولكن هؤلاء بنوها ب4 سنوات على مود انت تفر الدولاب للدولة والسقط امور الدولة بعناصر، كل 4 سنوات تجيب لك 360 برلمان ويجيب لك 20 وزارة، وهذا هو انقلاب على الواقع. الشعب العراقي تحطيمه، وبالفعل وجدنا هذا، لا زراعة لا صناعة لا تغذية لا علوم لا معلومة، وإنما حطموا الشعب العراقي. ليش؟ لأن وجوده، شوف استاذي القواعد اللي بناها، قواعد يقولوا احنا بعد ما نخرج من يمه. ليش؟ لأن ماكو برلمان عراقي شريف اللي صوت على خروج الاحتلال. مع الأسف الشديد رافقنا هذا النظام وجود قوات أمريكية محتلة، هذه القوات التي حقيقة أخذت تماطل في قضية خروجها عندما سقط النظام، كنا ما طالبت به القيادات السياسية والمرجعات أن تخرج هذه القوات من العراق، باعتبار إن كانت تدعي بأنها لإسقاط النظام أو التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، لكن ما حدث بأن هذه القوات تشبثت، وما عندما خرجت في 2011 جاءت من الشباك بعد ذلك الوقت لتنشئ أكثر من 7 قواعد عسكرية في 7 قواعد عسكرية في العراق. هذه القوات أعتقد بأنها غير مرحب بها، باعتبار أن الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية خاصة إدارة ترامب إدارة تدار من قبل اللوبي الإسرائيلي، هذا اللوبي الذي يحمل هوية تدمير الأمة، وله مخططات في تمزيق هذا البلد. وقرارات ترامب الأخيرة تؤكد على نيات السيئة لهذا النظام، لهذه الإدارة الأمريكية التي لا تختلف عن الإدارات، ولكنها كانت أكثر وحشية وأكثر صلافة في إصدار قرارات، منها قضية الجولان منطقة تابعة لإسرائيل متحدية من شعار العرب والمسلمين. أعتقد وجود القوات الأمريكية غير مرحب به في العراق في هذا الوقت، باعتبار القوات وجودها تثير المشاكل في المنطقة، تثير عدم الاستقرار وتعزيز في ذلك المنطقة، تقف أمام تطلعات شعوب تلك المنطقة في التعاون، باعتبار لها مصالح خاصة هي مصالح إسرائيل، تتعارض مع الشعوب، تتعارض مع هويتها العربية والإسلامية.